لم تتوانى روسيا عن دعم كازاخستان في مواجهة الاحتجاجات التي شهدتها أخيرا، وبوصول قوات حفظ سلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو، طفى على السطح ما عده مراقبون ملفا جديدا لتأجيج التوترات مع الغرب، خصوصا وسط صراع قائم بشأن أوكرانيا. وعليه فإن روسيا لا يمكن أن تسمح بانهيار كازاخستان نظرا إلى الحدود الطويلة بين الجانبين ووجود موقع بايكمور الذي تطلق منه موسكو صواريخها، ثم لكونها موردا اقتصاديا مهما للدب الروسي. ولا تخفي موسكو انزعاجها من أي محاولة غربية للتوغل سياسيا في بلد قريب منها، ومع كل اضطرابات في المنطقة يثار الصراع القائم بين روسيا والغرب الموجود فعلا في كازاخستان، وهو ما يستشف من الاتهامات الروسية للأمريكيين بأنهم وراء الاحتجاجات الأخيرة. ونددت موسكو بالتصريحات الفظة كما سمتها لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي قال: هناك درس من التاريخ، إذا دخل الروس بيتك يصعب إجبارهم على المغادرة. وثمة رأي بأن هدف التظاهرات الباطني هو إسقاط روسيا وإخضاعها للهيمنة الغربية، بعدما باتت محاصرة من الشمال الغرب من دول البلطيق ومن الجنوب الغرب من أوكرانيا، ولم يبقى سوى الجنوب حتى يطبق الخناق على روسيا التي سيظل شرقها مفتوحا على المحيط الهادئ، وشمالها يشرف على المحيط المتجمد الشمالي الذي ترى موسكو أن من حقها استغلال موارد الطاقة فيه. وثمة من يقول أن إسقاط النظام القائم في نور سلطان سيصيب خطط بكين إنشاء طريق الحرير الجديد أو ما يعرف بمبادرة الحزام والطريق بإرباك قد يكون قاضيا، حيث تحتل كازاخستان موقعا مركزيا في المشروع العملاق كتقاطع للطرق الموصلة إلى روسيا وأوروبا. وكازاخستان تاسع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة التي تزيد على 2,700,000 كيلومتر مربع، وتتمتع بأكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، وطول حدودها مع روسيا 7,000 كيلومتر. في الأيام الأخيرة أصبحت من أهم القطع على رقعة الصراع الجيوسياسي بين روسيا والصين من جهة، والغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وقد باتت ضحية الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي حصرها بين قوتين عظميين هما الصين وروسيا. أمريكا تريدها ثورة ملونة لإشغال روسيا عن أوكرانيا وتحويل قواتها واهتماماتها إلى كازاخستان وإحاطتها بقوى وأنظمة إسلامية على غرار ما يجري في أفغانستان وجرى في أوزبكستان، وكادت تنجح في مخططها هذا لولا سرعة التحرك الروسي في الاستجابة لنداء الإغاثة الذي وجهه إليها الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف، ولولا إرسال أكثر من 2000 جندي دفعة أولى. الرئيس بوتين لن يسمح بنجاح هذه الثورة التي تسيجه بجدار إسلامي عازل، وهذا ما يفسر أيضا مسارعة قوات الأمن الكازاخية إلى قمع الاحتجاجات واستخدام الذخيرة الحية على طريقة الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي اتبع سياسة القبضة الحديدية في احتجاجات ميدان تيانانمن المماثلة في بكين.